الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الاوروبية. طبعا حبايب قلبي، هاليوم بعطيكم هذا الباس. طبعا هذا مرسيدس شباب، درجة اولى وخفيفة. اخلي الرابط بالوصف كالعادة، وش اسمه، باس مع مود الركاب. زين، هسه هو هذا الجراج. طبعا هذا الجراج نادر يا شباب، كل مره بس انا يعني انزله هذا الجراج الرسمي. هسه نحن نجي هنا، انتم لازم تتابعوا شويه شرح بسيط عندنا، والفيديو مالتنا قصيره لان عندي شغل كثير. هذا الباس حبايب قلبي، هذا مرسيدس هايلايت بعطيكم مع مود الركاب، مع مود النفرات. زين حبايب قلبي، صوته حلو وجميلة جدا، والباس عنده سكنات كثير، اشكال انواع. طبعا المتابعين القديم يعرفون، لان كل اصدار انا دا انزل هذا الباس. زين زين شباب، نشغله. يعني جميل جميل، مرة مرة جميل. هذا واحد، وابقى معي شوية لان حتى اعلمك كيف تشتري بليت. مثلا تشتري تكيت لدولة الى دولة تتحب، او تتحب تشتري بليت مثلا بالداخل المانيا او داخل ايطاليا. زين عمري، اول شيء شو نعمل؟ نروح نسد الباب الشاحنة مالتنا، عفوا الباص مالتنا، ونروح على الجراج. الله يابا، نطفي هذا شو اسمه. طبعا حتى لازم نحن نبحث عن النفرات. لما تسوي المود الركاب هذا يشتغل رأسا، ونحن هناك يقول هذا النفرة تأخذ من الجراج تنزلها بالشارع. هذا أنا ما أوصل النفرات، بس حتى نروح على اليم النفرات الحد مالتنا. انا ما اريد الفيديو طويل بصراحة، هذا صوت الخلطات اللي انا خلطات شغالة. طفي. تجي هناك ان شاء الله ورا الساعة نفتح البث المباشر على هذا الباس مالتنا الحلوة. يقولوا نعم يابا، نريد النفرات. هو طبعا اختارنا النفرات، هذا اختارنا هذول هم النفرات. نقولوا نعم، اجا نفرات، وقفوا هناك. اطلع من الباث، هذا ماكو مشكلة. اذا هذا القاعية صرت اخضر او ابيض ما فيش مشكلة، لان انا ما وقفت تمام. نفتح الباب، شغل الخلطات. دقيقة، نشيل هذا. شنو؟ زين عمري، هذا هسه حاليا الباس مع النفرات وصلنا. ناخذ خط واحد صورة هكذا حلوة، واعلمكم تابعوا الشرح حتى يمك ما يتخربط، بعدين يتخربط يمك. زين عمري، نقول له يابا انتر، اعطينا انتر. هو طلع الشكل النفرات يدخلون بالباس. شوفوا هذولهم النفرات يمنا كلهم راحوا. هسه شو نعمل عمري؟ نبدي بالشرح. اول شيء الباس لما تشتري يجي بصيغه موت، تدوسه هكذا يظهر الباس مالتك، توديها على الصيانه، تعطي هذولهم كلهم اصباغ شلون ما انت تحب. مثلا شوف عمري هكذا، هذا كله سكنات. ها تحب اشكال انواع سكنات، اكو سكنات ماله كل الباصات، عنده سكنات كثير دائما. هم هكذا مفهومه هذا الباص. شوف بعدين انت مثلا تحب، طبعا هذا تخاري جي بي اس. هسه حاليا شي عملنا الباص خلصت، شي نعمل؟ هذا الشغله مهمه عمري. هسه يبدي بالشغله المهمه، شي تعمل؟ تجي هناك لما تشتري بليت على موديل نفرات، تجي على مكان العربانه تدوسه، طلعت شكل الباس تدوسه. انت ما عندك علاقة على هذولهم التحت، ابد لا تجي هناك ابد.
إذا أنت تحب تشتغل بالداخل البلد اشتري هذا البليت أقول لا سينيورو، إذا أنت تحب تروح دولة إلى دولة اشتري هذا تدوسه يصير أصفر قبل تشتري زين. فهو أنا عندي نفس البليت كمان أنا اشتريته دولة إلى دولة. إذا أنت اشتريت شي تعمل تتجه هناك تدوسه قبل تدوسه. هو أنا عندي شباب هي أنا عندي ما أنتم شايف أنا حملت النافرة تدوس هذا وبعدين تدوس هنا رأسا يربطها المود النافرات زين مفهومة أو هذا هسه أشيله قدام عينكم. لا هو نحن حملنا ما يشيله هنا عمري هنا مفهومة عمري. شي نعمل تعال نشوف تصفية المودات لازم تصفية المودات هكذا. والله اجى على تليفون واني بالشرح يلا لا هو الشرح مالتنا خلصت. يلا يا با يلا اني تعبت عدنا راحت على السوق وجيت وش قد حارة برا يا شباب والله حار. تصفية المودات لازم هكذا عمري. اذا انت عندك لعبة اصلية وما عندك دي ال سي هسا اوريكم شي تعمل. واذا انت عندك لعبة مكركة حملت من عندي تتسوي هكذا تصفية المودات هكذا. اول شيء هذا واحد وهذا اثنان هذا تابع الباس هذا 1.44 تخلي اولا وبعدين هذا يصير ثانيا وبعدين هذا يصير ثالثا وهذا يصير رابعا. هذا مو محتاج كل الاكسسوارات تاع الباس موجودة معها زين. وهو هذا انت ما عندك علاقة مكتوبة اصدار 1.41 هو شغالة هذا شغالة لمدى الحياة زين مفهومة. يلا حبايب قلبي ومبارك عليكم اهم شيء لا تنسوا لايك والاشتراك دعمنا بالقناة. والله يا تعبت يا بو يا بيبا برا شقد حارة داخلي واحد فيديو عسل قبل الكهرب الوطني يروح لان يعني كهرب مالي ده هذا الجهاز مالي يشتغل ويروح يشتغل ويروح يشتغل ويروح زين حبايب قلبي. فاز جميلة جدا صوته حلو. وإذا جماعة أونلاين إذا أنتم كمان تتحملون بعدين نقدر نفتح واحد بس مباشر نلعب على الأونلاين أني وأنتم نوديهم نفرات كل مرة نروح على الأونلاين بالتريلا كل الشاحنات الواحد مرة نحنا نلعب وهكذا يمك شوي يتأخر لما يشتغل. هي مكتوبة تحت باللون الأصفر بليز ويت يقول لك بلا زحمة أوقف حتى يسوي جراجات لأن هذا المود الباس المود الركاب هو مود عالمي يعني كل مرة تروح على الجراجات الكبير كبير يعني تستمتع تستمتع جدا. اجا الباس مالتنا يا ابو هذا كم مرة حاولنا من هنا من هنا دي شغلها وخلاص ليه دوختني. يلا يا عمري يلا اروح شوي استحم اذبح زين شباب. يلا ها هي هذا الشرس مالتنا هناك جميلة جدا ومبارك عليكم. لا تنسى اللايك والاشتراك اذا ما اشترك اشترك وفي ما له